الدكتور قليل من النحل في هذه المنطقة واد بني كله. الحمد لله تواجد قليل من النحل قرب هذه البركة المائية، وهذا شيء يبشر بالخير الحمد لله. يعني من بعد واحد البحث يعني طويل اللي ما كناش كنشوفوا فيه حتى شي نحلة حاليا كيبانوا لنا، ما كنعرفش واش تسمعوهم. سرب صغير من النحل، من منطقة بني كلا يتواجد فيها النحل في هذه الأثناء. الحمد لله في هذه البركة المائية في واد بني كلا.